زوار موقع zyocity.net مساء الخير، رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. المغرب معروف بالكرم والجود، الباب الذي تدقه إلا ويستقبلونك بالابتسامة في شهر رمضان وغير رمضان. مدينة زيو معروفة بموائد الرحمن التي يقوم بها مجموعة من المحسنين في هذا الشهر الفضيل. نحن متواجدون اليوم بمقر حزب الاستقلال بزيو، حيث تقام به مائدة أو موائد الرحمن لهذا الشهر الكريم. معنا الأخ الكريم، السلام عليكم سيدي حماد، كي دايرين؟ رمضان كريم. كل شيء بخير الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. كي دوزتوا هاد الست ايام الاولى ديال شهر رمضان؟ الحمد لله. كيفاش جاتكم هاد الفكره ديال انه تقام هاد يعني هاد موائد الرحمن من داخل يعني مقر ديال حزب الاستقلال؟ وكان واحد الانسان هو اللي فكر في هاد المبادره هذه، وجا طلبنا هنا في المقر هذا بمحسن هذا الشيء، وهو كيتكلف يعني هو المشرف عليها، وساعدنا معاه وكنتعاون معاه في هذا الشيء. يعني ماشي الحزب هو اللي دار هذا؟ لا ما كان لا حزب ولا شيء جمعيه. دار المحسنين فلسطين المشرف فيها سميتو الطاهر مصطفى، هو اللي كيشرف على هذا الشيء هذا. مع المحسنين اللي تعرفوا بسبب هذا الشيء، كما البارح مشينا حتى للبركان عند واحد الجماعه في البركه مثلنا، ومازال الناس كانوا دوروا عنه ان شاء الله. بحال عمي حماد، علاش ما اختاريتش يعني ما اختاروش شي بلاصه اخرى يديروا فيها؟ واه السي جا عندي قال لك بلا نديروا هنا عند جدرمي، كان جدرمي الاولي هنايا، شفنا مثل ما كان لا ضوء ولا ما ولا حتى شي حاجه. انا اللي اقترحت عليه قلت له نشوف اصحابنا ربما يساعدنا يعطونا المحل هذا، يعني تكلمنا معاهم عطونا المحل هذا لاجل الضوء والماء وهذا الشيء، من جوج الحوايج تكون عندنا في امن. مزيان عمي حماد، بغيتنا نقول لك يعني شحال يعني كيستافدوا في النهار؟ هل جا فترة عندنا هنا يعني كيجيو حتى الناس اللي على برا. لا جاو كثير النهار الاول، عام جاو الناس الكار ديال البركه ريض هنا، والكار اللي جا الفاس ريض هنا بزاف، الاغلبيه واحد 25 اللي جات فتره هنا. يعني 25 فيهم حتى الناس ديال زيو؟ لا هذا عابر سبيل، يعني الناس اللي كيكونوا عابر سبيل، اما اللي كانوا في ديال زيو كانوا جالسين الناس اخرين. وبالنسبه للوجبه باش كتكون محمد؟ على حسب الوجبه وشنو كتكون فيها؟ الناس اللي كيفطروا هنا وشنو كتكون؟ الحريره والتمر والحليب والقهوه والخبز والماء لعلك تضاف. سيدي تبارك الله. عمي حماد كنشكرك على هذه الاستضافه. سيدي الله يشكرك على الوجبه. وكنقول لكم رمضان مبارك كريم. ولا عندك شي كلمه تقولها في المناسبه؟ تفضل عمي. ما عرفتش ولا عندك شي اهداء ولا شي كلمه تقولها للابناء؟ ونتمنوا الحياه، نتمنوا الحياه تكون عندهم صيام مقبول عند الله، ويكونوا خوت، يكون حي ذاك المنازعه وحي ذاك ديال. تبارك الله عليك عمي حماد ورمضان كريم.